تمكنت اللاعبة المسلمة نجاح عقيل التي تبلغ من العمر 14 عاماً من تغيير قاعدة كان معمولاً بها في مدارس المرحلة الثانوية بالولايات المتحدة، فلم تعد لاعبات الكرة الطائرة بحاجة إلى تصريح لارتداء الحجاب خلال المباريات في تلك المدارس. وكانت اللاعبة نجاح قد استبعدت من مباراة كرة الطائرة بسبب ارتدائها الحجاب، وهي طالبة في الصف الأول الثانوي بمدرسة بولاية تينيسي. حينها رفض الحكم السماح لنجاح بالمشاركة استناداً إلى قاعدة تشترط على اللاعبات التي يرتدين الحجاب الحصول على تصريح من الاتحاد الرياضي لمدارس تينيسي الثانوية، الذي يضع قواعد المنافسة في أغلب الفعاليات الرياضية في المدارس الثانوية الأمريكية. وتنص قاعدة الاتحاد الوطني لرابطات المدارس الثانوية في الولايات على السماح بارتداء أدوات الشعر المصنوعة من مواد ناعمة على الشعر أو على الرأس على ألا يزيد عرضها عن 3 بوصات، لكن لأن حجاب نجاح كان أكبر من الحد المسموح به، كان عليها الحصول على موافقة الاتحاد للاعب في المباريات. وتعاونت نجاح وعائلتها مع الاتحاد الرياضي لمدارس تينيسي الثانوية والاتحاد الوطني لرابطات المدارس الثانوية والمجلس الاستشاري الإسلامي الأمريكي لتغيير هذه القاعدة، إلى أن وافق الاتحاد الوطني لرابطات المدارس الثانوية على اقتراح أن تنظر لجان القواعد الخاصة بكل رياضة في السماح للاعبين بارتداء أغطية الرأس الدينية ما لم يمثل ذلك خطراً على سلامة مرتديها أو المشاركين الآخرين من دون موافقة مسبقة من الاتحادات الحكومية. وكانت لجنة الكرة الطائرة أول من اجتمع في العام 2021 ووافقت على الاقتراح على الفور.